حضرنا اللجنة ديال البنيات الأساسية، وكان حضور ديال السيد وزير التجهيز والماء. كانت فرصة أننا في البداية تحدثنا على الدخول السياسي، وتحدثنا على الأهمية ديال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 المسيرة الخضراء، اللي كان خطاب ذو أهمية قصوى، لأنه تحدث عن واجهة الأطلسية وعن عزم بلدنا على تنمية وإعطاء الأولوية لهذه الواجهة، بما في ذلك الواجهة الأقاليم الصحراوية، وذكر بالثروات اللي كتحملها هذا المحيط الأطلسي، سواء منها ما هو معدني، وسواء الثروة المائية والتنوع البيولوجي والثروة المعدنية، وأيضا ذكر بأن هذه المغرب مستعد بأن يعمل على تهيئة هذه المناطق وعلى تهيئة هذا الساحل وإيجاد البنية التحتية اللازمة، وأيضا وضعها رهن إشارة الدول الصديقة والشقيقة في أفريقيا، لكي تكون بوابة للرفع من التنمية في هذه القارة بما تزخر به من خيرات وبما تحتاجه من انفتاح على باقي القارات الأخرى. بعد ذلك تحدثنا في ما يتعلق بالماء، الماء اللي هو واحد الموضوع اللي كيكتسي أهمية كبرى، واللي كيجي في عدد كبير من الخطابات الملكية، واللي فيه توجيهات ملكية كبيرة. وتحدثنا أيضا بأن وزير التجهيز والماء أو هذا قطاع الماء سيكون له حظ كبير في هذا الخطاب الملكي، وسيكون عليه مسؤولية كبيرة في تفعيل وتنزيل هذا البرنامج ديال الواجهة الأطلسية، وأيضا العمل بالجدية اللازمة وبوضع الاستراتيجيات الضرورية للعمل على أن كل قطاع وزاري بما في ذلك قطاع الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة لتنزيل هذه الرؤية الملكية التي لها بعد استراتيجي تنموي أفريقي جد مهم. تحدثنا بالنسبة للوزير التجهيز والماء عن وطرحنا مجموعة من التساؤلات تتعلق بالبرنامج الوطني 2020-2027، وطالبنا أيضا بتخصيص يوم دراسي لتقييمي، لأننا مشرفون على المنتصف ديال هذا المدة ديال هذا المشروع، ونشوفوا ماذا أنجز وما الذي لم ينجز وما هو ذو أولوية. تحدثنا أيضا على أن الربط المائي كانت له أهمية قصوى في تزويد الدار البيضاء والرباط ومراكش والمناطق الأخرى بالماء في هذه الظرفية اللي كان عانيوا فيها من الجفاف، وقلنا أو سألنا سيد الوزير لماذا لا يكون هناك أيضا ربط مائي في بجهة سوس ماسة التي تعاني منذ أزيد من 5 سنوات من قلة التساقطات. وتحدثنا على رغم أهمية القصوى لمحطة التحلية بدويرة شتوكا إتباها، إلا أن إقليم تارودانت حاليا الموسم الحالي الفلاحي الحالي يجب إنقاذه، وذلك بإيجاد حلول للفلاحين المتوسطين والصغار. لماذا؟ لأن سد المختار السوسي ومجموعة من السدود أيضا المتواجدة بالمنطقة وسد مولاي عبد الله ومجموعة من السدود في نسب جد ضعيفة بين 4 و3%، وطالبنا السيد الوزير بالتفكير في إيجاد محطة تحلية أو تفكير في حلول مبتكرة وبديلة لهذه المنطقة اللي كتعتبر هي سلة الغذاء للمغربي ككل، فمنها كتجي المواد المعيشية والمواد اللي كتغطيو عليها المغاربة.
أيضا تحدثنا عن أهمية سد التلية وضرورة العناية بها وضرورة استكمال ما بدأته الحكومة السابقة لإنجاز هذه السلول التلية نظرا لتحميم الفيضانات، وفي نفس الوقت تقوم بتجميع المياه وجعلها رهنة الأقاليم والجماعات اللي كتحتاجها. وتحدثنا أيضا عن أن سد التمري بحاجة إلى أن يدخل في هذا البرنامج وأن لا ينتظر إلى 2027، لأنه يزود مدينة أكادير اللي هي وسط المغرب كيف قالت جلالة الملك، واللي كتنزلوا فيه برنامج التنمية الحضرية اللي هو على وشك الانتهاء، وأيضا برنامج التنمية الجهوية والتسريع الصناعي ومدن المهن والكفاءات، مشاريع كبرى أعطى صاحب جلالة الانطلاق ديرها. لذلك فهذه المدينة وهذه الجهات تستحق إلى أهل العناية الكافية من قبل جميع القطاعات بما في ذلك القطاع ديال الماء. وأيضا تحدثنا عن ميناء، أن ميناء أكادير يجب لها أن يكون لها ميناء بالمستوى ديال الانتظارات اللي كتنتظرها هذه الرؤية السديدة ديال صاحب الجلالة في إطار تهيئة البنية التحتية للواجهة الأطلسية. تحدثنا أيضا عن الأهمية ديال تجهيز ديال الطرقات الرئيسية ومصنفة وغير مصنفة والمسالك، وبينت زلزال عرى على أن المناطق القروية والمناطق الجبلية كانت تعيش في على الهامش، لأن حتى باش يوصلوها المساعدات كان التحدي الكبير هو أنه يكونوا عندنا مسالك، وكانت وزارة التجهيز بدأت في هذه المسالك، ولكن ظهر بأن وتبين بأن لابد من إعطاء هذا الموضوع ديال المسالك القروية ما تحتاجه من أهمية، لأنها هي السبيل إلى التنمية. لما كانوش الطرقات وما كانوش التجهيزات والبنية التحتية لا يمكن أن تحدث عن التنمية. وقلنا بأن هذه المناطق كفى من برامج من هنا وهناك، وقلنا أيضا بأن الآن الأوان في هذا المخطط وهذه النسبة ديال وهذا الميزانية المرصودة لهذه الكارثه ولتدبير هذه الكارثه، آن الأوان باش هذا الشيء ماشي غير في هذه المناطق اللي اضطرت بالزلزال، وإنما لجميع المناطق القرويه والجبليه، ليس فقط في الأطلس الكبير وإنما أيضا في الريف وفي الأطلس المتوسط. وشكرا.